أهلا ومرحبا بكم من جديد. شكرا سيف الجامعة، شكرا تجاني حاج موسى على هذه الكلمات التي استطعنا نذهب من خلالها بعيدا. هذا الإبداع المتمثل في الشخصيتين، حيث ثلاثي الكلمات واللحن والأداء، وهذه المدرسة التي قدمها سيف الجامعة في تجربته الفنية، كذلك التي قدمها تجاني حاج موسى، والدرس العظيم الذي علمنا له تجاني حاج موسى حين قال: وجيت تترجى بالدمعات، سامحك أنسى أغفر لك، أجفف دمعك الغالي. الدرس وين؟ بسامحك ما عشان عينيك، عشان تتعلم الغفران وتصفح لو زمن جار بيك. بهذه المعاني الإنسانية وبهذا الإبداع أنقلكم إلى المساحة التالية، وضيفي الذي يحمل ذات الملامح، حيث تلون في أكثر من اتجاه وذهب إلى الأدب وإلى الشعر وفي عوالم الإذاعة، أو كما يقول في كتاباته: إلا بياض النيل فيه مسخ طعم الشاي السادة. صديق الإعلامي الأستاذ عمر محي الدين والشاعر، مرحب بك حبابك عشرة. مساء الخير الإخوة في قناة الشروق، أخ نزار، كل مشاهديكم في كل مكان، حبابكم عشرة، سعيد أن أكون معكم هذا المساء. مرحبا، مرحب بك عمر. الإعلام ما بين الموهبة والدراسة، ماذا إذا اجتمعت الاثنين؟ بعد خبرة تراكمية لأكثر من 25 سنة يتضح لي جليا كعامل في هذا المجال أن دراسة الأكاديمية النظر قليل بالنسبة للإعلام عموما. نرجح جانب الموهبة في المقام الأول، الموهبة اللي بتصغل بالممارسة العملية للمهنة. القراية أو الدراسة الأكاديمية كأنها حلية بتضيف لهذا الجمال، اللي هي المعرفة للفزكة التاريخية لمدارس الإعلام وغيرها زي ما متعارف عليه لدى طلاب الجامعات. ولكن باعتقادي العام أذهب إلى أنه الموهبة هي المرجح الأول والأكبر على المؤهل الأكاديمي في مجالات الإعلام خصوصا، وحديث كثير في هذا الجانب. عمر، قصة علاقتك مع إذاعة الرومان ده أعتقد مدخلك للاحترافية في العمل الإعلامي، وين كان سبقتها تجربة إذاعة المدني؟ إذاعة أم درمان عشق قديم، هي النافذة الأولى والبوابة الأولى. يمكن الآن بفعل كثرة القنوات والإذاعات وكذا والوساطة المختلفة والإذاعات الإلكترونية، ما عادت الإذاعة هي يعني الباب الرئيسي للولوج لمجالات الإعلام. ولكن في زمن عز فيه وجود وسائط أو إذاعات، كانت إذاعة أم درمان هي سيدة الموقف، كانت هي راسمة الوجدان للأمة السودانية، كانت إذاعة أم درمان هي المثقف الأول للسودانيين، كانت إذاعة أم درمان هي القبلة الوحيدة لكل ما يحشق ويتمنى يلج لهذا المجال، زي كثير من الناس. وأنا صغير بسمع الراديو إذاعة أم درمان من خلال برامج المختلفة. نحن أبناء ولايات، انتقلنا للخرطوم بحكم الدراسة الجامعية، وكان كل ما قربت من المكان كل ما قربت من الأمنية نفسها، فكنت بتحاول تتلصص تزور إذاعة أم درمان. وأنا كنت وقتها طالب في جامعة القاهرة فرع الخرطوم، فأحيانا كنا نعبر هذا الجسر، جسر النيل الأبيض، على رجلنا مع مجموعة، ويعني نختلس زيارة إذاعة أم درمان ونسترق إنه نقيف قدام الباب نشوف مذيعين كبار خارجين من هذا المبنى. وكنت حينها ومني نفسي إني كيف أكون داخل هذا الحوش وداخل هذا الإطار. ووجدت لي ظروف مختلفة بحكم زملاء من الناضجين في جامعة القاهرة فرع خرطوم، إني برضو يعني اخترت من شلة الجامعة شباب أو شابات بيعملوا في الإذاعات وعندهم ميول إعلامية من خلال المنتديات الأدبية، وديل بيكونوا جسروا لك إنك تزور الزيارة الأولى لإذاعة أم درمان، ومن ثم تقدم زيك وزي الناس يعني لجان اختبار أصوات لحد ما تصل متعثرا لوحدة من أمنياتك إنك تطل من خلال هذا الميكروفون لتمثل وجود إذاعي ووجود صوت في الفضاء الواسع. أستاذ عمر، يعني الولوج لإذاعة أم درمان بالتأكيد لم يكن سهلا، خلينا نتكلم عن الأساتذة الذين دعموا تجربتك في البدايات. أنا تعلمت الراديو تعلم شفاهي، يعني ما في أستاذ يعني قاعد كده قدامي دربني على حاجة إذاعية، بقدر ما إنه تدرجت من طفولتي الأولى مراحل مختلفة إني لصيق السمع
بذات أم درمان، كنت أنا في المرحلة الابتدائية، كنت أستمع لراديو الكويت، كنت أستمع للقسم العربي في بوخارست، أستمع للقسم العربي في موسكو، أستمع لصوت العرب في القاهرة، أستمع لإذاعة أورشليم في القدس، أستمع لي كل الإذاعات اللي كانت بتبث على الموجة القصيرة. وطبعا من ضمن هذا السمع إذاعة أم درمان. في 1986 جاءت إذاعة هود مدني كواحدة من النوافذ والأبواب المضيئة جدا اللي خلقت وجود كبير لمجتمع وسط السودان، ودهشة إذاعة هود مدني خلتنا إحنا نرتبط أكثر بمحبتنا للراديو. فما في معلم أو مثقف لي في مجال الإذاعة مباشرة يعني بالمواجهة بقدر ما هو استقاء. تقصد دراسة أكاديمية؟ شفاهي. أنا ما درست دراسة أكاديمية، أنا تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة العربية، ليسانس آداب لغة عربية، تخرجت في كلية الآداب قسم التاريخ، ولم أتلقى أي دراسات متخصصة في مجال. لا أنا قصدي أنت كلامك إنه ما في أستاذ درس دراسة أكاديمية إعلام. ولا حتى في أستاذ دعموك في ولا حتى في الإذاعة. الشخص الوحيد اللي ممكن يعني أول شخص ألتقيه في إذاعة أم درمان عشان ياخذ بيديه ويعلق على صوت ويقدم بعض التوجيهات وما كانت كثيره، استاذنا الراحل الكبير الاذاعي كمال محمد الطيب. انا بعتبر انه الراحل كمال محمد الطيب هو اول شخص انا التقيه في استوديو خانجي في ام درمان، وهو اول زول كان يعلق على هذا الصوت وانا طالب في الجامعه، وكان اول ما يبشرني اني انا يعني يمكن ان استمر في هذا المجال. ما بين رحيل كمان محمد الطيب وحضوري لاذاعه ام درمان وقت وجيس ما كان كثير يعني. محمد الحاج علي صادفته في المدني؟ صادفت محمد الحاج علي عن بعد، لما التقي كاستاذ ولكني اعرفه جيدا. كان يلفت نظري جدا الراحل محمد الحاج علي انه كان رجل خطاط جدا، وكان يشكل المنوعات ويشكل الاخبار، وكان هو يعني سيد الاذاعه والتلفزيون حينها في ولايه الجزيره. منو من ابناء دفعتك من الاذاعيين او الاعلاميين؟ يعني في قبلي شويه وفي بعدي شويه. انا الدفعه تحديدا اللي جيت معاها، انا جست صوتي في 1900 في جست صوتي في ما في اغسطس 1992 في اذاعه ام درمان من خلال اخر لجنه لجان الاصوات. كان فيها كان معي حنان حسب الرسول عبد الله، كان معي مهدي عبد المؤمن ادم، يوسف على احمد، نبيلة عبد الله، منال محمد السعيد، روضة الحاج محمد. ديل الناس اللي احنا جينا من الولايات وكنا احنا الدفعه في اذاعه ام درمان، سبقنا حبه كده لورا، لقمان همام، عماد الدين همام، خالد مصطفى المكي، محمد نور الساري، حاتم محمد عثمان، طيب عبد الماجد. ديل كانوا ورانا كده دفعه بسيطه، لكن الدفعه اللي التقيت بها في اذاعه ام درمان دي في الاذاعه. في اذاعه المدني زاملت احمد سالم، نصرة حسين، مرحلة أسماء ضفع الله، نادى الطريف، عبد الرحمن حبيب، ومجموعة من المذيعين والمؤمنة ضوء البيت وغيرهم من زملائي اللي أنا يعني تدربت وعملت بين ود مدني وام درمان كفترة. يعني أنا طالب في الجامعة في ام درمان وكنت بمشي إذاعة مدني في إجازاتي، في الوسط ده كنت يعني بينهم. على مستوى القيادات أنا طبعا عملت كثير جدا مع صلاح المرحوم صلاح طه إسماعيل وعبود سيف الدين والطيب قسم السيد، يمكن ده الثلاثي الاول اللي انا تقلت معاه كمديرين لاذاعات مختلفه في مسيرتي في الاذاعه. طيب عمر، دي مسيره ما هينه، مسيره تستحق الوقوف عندها. وام درمان مدرسه اعلاميه يعني خرجت الكثيرين. وضعيه اذاعه ام درمان وكيف اثرت التكنولوجيا عليها؟ انتقلت ام درمان طبعا اذاعه ام درمان يعني قصدت انه التكنولوجيا الدخيله والتطور التكنولوجي داخل الاذاعه نفسها. ايوه تطور التكنولوجيا داخل الاذاعه نفسها اللي احدث. انت جيتوا زمن الريل مش كده؟ انا جيت زمن الريل، زمن الامبكس، زمن الاستيودر، الاجهزه القديمه، البث التماثلي، الكونسول العادي الرقمي، الفيدرات. وحضرت كل التقدم ده تدريجي، اللي كانت تستاد بتونا، ولكن شهدت النغلة الحقيقية اللي أحدثها عوض جادين في إذاعة أم درمان اللي نقلت الإذاعة تكنولوجيا من التماثلية للرقمنة في مختلف المجالات، واللي من خلالها إذا كانت على جوانب الإيجابية فهي يعني توحيد نبرة الصوت، وضوحه وصفاءه، موجات الإف إم، الانتشار الجغرافي، التغطية الجغرافية، مع المحافظة على كلاسيكية أم درمان في بثها في مراحل المختلفة. طيب كيف ممكن تواكب التطور التكنولوجي ده إذاعة أم درمان وكل الإذاعات؟ أنت ما شاء الله صاحب تجربة في جانب الإذاعة. من الصعوبة بمكان، أنا جاي عليكم كنت أتابع في راديو السيارة حفل وداع مباشر للأسرة، أسرة إذاعة البي بي سي،
تحديدا في بي بي سي اكسترا، كل فريق العمل هم يودعون أثير البي بي سي اللي حتوقف يوم 28 يناير يوم الجمعة يعني كآخر بث لإذاعة البي بي سي عبر موجات الراديو، اللي تتحول البي بي سي للبودكاست، تتحول إلى الوسائط المختلفة. فأفتكر أنه مع إحنا يمكن في السودان عندنا خصوصية إذاعة أم درمان بانتشارنا الجغرافي، ما أفتكر أنه الإذاعة حتودع قريب يعني في السودان، لكن ستظل الوسائط المختلفة هي منافس حقيقي لراديو أم درمان ولبقية الإذاعات، ما لم نراعي خصوصية بث إذاعة أم درمان وننوعها حسب ثقافاتنا ونشكلها حسب امتداداتنا الجغرافية في السودان. يمكن لسه يعني السودان لسه في مناطق نائية، السودان فيه 9 جغرافي، السودان فيه تنوع في مختلف المجالات، فيمكن للإذاعة أن تلعب أدوار. حتى الوسائط والرغم من الآن هي ما منتشرة في كل السودان، فما تزال بعتقد أن إذاعة أم درمان بإمكانها تجد سبق بحيث أنها تعدل كثير من سياساتها في البث الإذاعي في متناول البرامج. تحتاج لخطط جديدة إنه تحسب ما بين انتقال العالم كله الوسائط والرغمنة وما بين حوجتنا في السودان لاستمرار بث إذاعة أم درمان كإذاعة سودانية وغيرها من الوسائط المختلفة اللي بتعمل، الوسائط الإعلامية المسموعة اللي بتعمل داخل السودان. عمر، فلسفيا هل يورد الشاعر بصرخة ذات إيقاع ونمط منتظم؟ يعني نقول الشاعر يولد شاعر؟ ما بالضرورة، عوامل قد توجد بذرة في قلب إنسان أو في إحساسه أو في ودانه أو في دمه، البذرة دي تشكل عديد الظروف وعديد العوامل اللي ممكن تجد منه. كم من شاعر موؤود الشعر، كم من مبدع مدفون الإبداع، كم من متوسط فكرة وإبداع يعني سمحت له الظروف والتطور أنه ينتقل ويرقي نفسه بالتدرج فيصير إلى ما يكون. فالقصة ما بالضرورة تكون هي يعني منبع الفطرة، يكتسب يحتاج نعم يكتسب بالطبيعة، يكتسب بالممارسة، يكتسب بالترقي وصول لغاية في النهاية. القصة رغبة أنت حبيت تعملها، يعني في كثير من الشعر، كثير من الشعراء مدفونين الآن ما هم موجودين، وإن كانوا أكثر إبداعا من الذين طفوا على السطح. المدارس الشعرية التي عبأت وجدان عمر وحي الدين، مدارس الأدب العربي القديم، أنا في بيتنا في ود مدني وجدت مكتبة كبيرة قريت فيها كل العقد الفريد بأجزاء السبعة، قريت فيها نظرات والعبرات للمنفلوطي، قريت فيها كليلة والدمنة، قريت فيها الجاحظ لقصة القرآن، قريت القصة الحيوان للجاحظ، قريت يعني كل المجلدات الكبيرة المتخصصة بالأدب العربي وأنا طالب في المرحلة المتوسطة لحد المرحلة الثانوية. انتقلت للدواوين، يعني قريت كثير الدواوين الكبيرة، قريت لبدر شاكر السياب، قريت مظفر النواب، قريت مدرسة أحمد عبد المعطي حجازي، قريت كل مدارس الحداثة في الشعر الحديث، قريت مدارس المهجر المختلفة خائل نعيم وإلي أبو ماضي، قريت مدارسنا الحديثة في يعني تنقلت في أني أنا رقيت نفسي أني كنت محب للشعر. أنا ما أعرف ليه يعني أني أنا بميل للمجالات الأدبية، لكن ده كان اهتمامي أنه فالآن أنا أسير بين الناس بذخيرة في ذاكرتي الخلفية بعيدة، يعني ما هي ذاكرة الليلة. في السنوات الأخيرة ما عدنا نتلقى يعني جرعات من القراءة وكذا بقدر ما هي يعني نستشف من حاجاتنا القديمة وبنطرق على مؤخرة راسنا، إن الواحد بذكرياته القديمة أو بما تشبع به قديما إنه يمشي به الآن محدث بين الناس. فما أفتكر إني الآن قاري نهم بقدر ما إني كنت قاري أكثر من نهم في فترة سابقة. عموما القراءة يا عمر وفية جدا، وده بيسوقنا لسؤالنا اللي جاي طوالي، وهو البيئة والمكان وتأثيرهم على تكوينك الإبداعي. انت قبل شوية ذكرت لي المكتب ومشروع الجزيرة ذاته، أعتقد عنده خصوصية سواء كان كشاعر أو كإعلامي. نشيت أنا في 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 مشروع الجزيرة الكبير، بين في الخزام، في الترعة، في المدر الرئيسي، في حواشاته، في الخضرة، في امتداداتها، في المياه الجارية، في وقت كان فيه مشروع الجزيرة يمثل نهضة نفتقد الآن. يعني الجزيرة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي يعني كان نحن نمشي بسرعة الصاروخ للرجوع إلى الخلف. ففي ثمانينات وتسعينات كان مشروع الجزيرة يعني بعيوننا جنة الله في الأرض لما نشاهد فيه، يعني من خضرة ومن جمال ومن إبداع، من شروق شمس، من غروب شمس، من أصوات خرير مياه، من خضرة، من حيوان، عودة القطيع، سرب الظبا الراجع مراحم على الأصيل، وكانت كل أشياء للعين الدائرة تشوف إبداع بجوانب مختلفة، بتشوف إن كانت هي مبدعة. زي ما قلت لك في البداية إحنا فطرتنا إن كانت سليمة في ميولنا الأدبية في كثير من العوامل، من ضمنها النشأة الأولى لحياتي أنا كعمر محي الدين في مشروع الجزيرة. حتى لما انتقلت مدني إحنا بيتنا على النيل الأزرق يعني على الضفة الغربية
للنيل الأزرق، فجنبنا بحر برضو وجنبنا خضرة وجنبنا جمال، فدي كانت تحاسيس تولد من هناك لتكون. جميل. عمر، أي شاعر أو فنان أو أديب عشان يعمل بصمته الخاصة لابد من يمر بمدارس الذين سبقوا، وإذا تكلمنا عن الشاعر تحديدا لابد من يمر بمدارس الذين سبقوا تأثرا أو محبة طبعا. فنتكلم عن المدارس الشعرية اللي أنت حبيتها ولاحقا يمكن أن تكون شكلت وجدانك الشعري أو حبيت النمط بتاعك. مدارس بالنسبة للسودان، كل المدارس اللي كتبت في العامية السودانية أنا كنت متأثر بها جدا، خصوصا مدرسة حقيبة الفن. أنا لما كنت أقرأ أو أسبر غورين أغنيات الحقيبة ما كنت بشوفها وبقرأها كشخص بيفهمها، بقدر ما أنه كنت بستغرب المفردات اللي بتتكتب بها، ومن ثم بدأت أبحث في هذا المجال. يعني أغنية الحقيبة تحديدا الاهتمام أكثر كان بجوانب الأغنية السودانية دي، يعني أنا بفتكر أنه أغنيتنا السودانية دي يعني هي واحدة من الإفرازات الثقافية الكبيرة اللي بتشكل وجدان نحن كسودانيين، وأنه إحنا في السودان بنتميز بمفردة عامية إن لم تكن سليمة فهي يعني صحيحة في مقامات كثيرة، وهي أكثر قدرة على التعبير بالنسبة لنا كمخترقة لوجداننا كسودانيين. يعني أنا بحتز جدا بأنه الشعراء الكبار اللي كتبوا عاميتنا السودانية بأغنياتهم أنا كنت أتأثرت بهم، يعني إذا كانوا شعراء حقيبة الفن، إذا كانوا شعراء المدرسة الحديثة اللي بدت بعد 40 اللي حقوا بها شعراء الحقيبة واللي تواصلت مع شعراءنا الكبار. علقت أنت في البداية على جاي تفتش الماضي اللي تجانا حاج موسى، برضو واحد من المدارس الكبيرة يعني نحن نحبها في عاميتنا السودانية، وبرضو أنا بنفس الإعلامي كنت برضو حابب أعلق على إنه سيف الجامعة رغم استغراب اللحن اللي وضعه سيف الجامعة لجاي تفتش الماضي لتجاني ولكمال ترباس، إنه إني بفتكر إنه سيف الجامعة فنان استطاع إنه يضع لحن مختلف، يعني الناس يحتاج يسمع جاي تفتش الماضي بطريقة اللي بتسمع بها دائما، فالناس السودانيين الأذن دائما يعني تحشغ المعتاد وتستغرب الغريب وما تألفوا بسهولة، ولكن لو كررت لو طرقنا على مسامعنا بالأغنية دي لسيف الجامعة سنجد إن فيها تحول يعني كويس في مجال الموسيقى والأغنية تحديدا لسيف الجامعة والتجاني وأكيد الفنانين يعني وكمال ترباس أيضا. جميل. عمر، هل اختارك الشعر ولا أنت اخترته؟ اختارني الشعر لأني ما بحتفي بنفسي كشاعر، يعني ما لم أسجل دواوين، ما قاعد أحب أطيل كشاعر بقدر ما هي بالرغم أنا بعملها. يعني يا عمر عندك إنتاج غزير من الشعر. إذن هو يختارني يعني كثير ما بين الفصيح وما بين العامي وما بين قصائد اللهجات، لكني يعني ما أحتفي، بس حابي برضو يعني أن أشكر زوجة الدكتورة منال الأمين اللي هي يعني في الفترة الأخيرة أصرت إنه هي أستاذة للنقد والأدب في جامعة الملك خالد في أبها، فهي اللي أصرت إنه أنا أجمع هذه الدواوين ما بين العربية والفصيح وهي تنقحها وتصحيحها وكذا، فلا تحية وأفتكر إنه بروس إنه استطعنا إنه في الفترة اللي فاتت ننتج ديوان بالفصيح واثنين ديوان بالعامية كتابة يعني على المفروض يجازن، أفتكر إنه ممكن بعد ذاك نقول الله أنا اخترت الشعر حدث هذا الاختراق يعني إن شاء الله. جميل. عمر، ما كنا دعنا نتطرق لمحور سهر القوافي اللي معروف، برنامج سهر القوافي الذي تقدمه لأكثر من 10 أعوام على إذاعة البيت السوداني، لكن المحور ساقنا وهو إنه مسألة اختيار الشعر والمدارس الشعرية اللي أثرت بها. أنت زي اختطيت لنفسك طريقة ونمط معين غير الأدائية في شكل الكلمات اللي أنت بتحبها، وبعد ذاك بيجي في عندها جمهور حتى من الشعراء والكتاب، يعني في نمط وسياق معين وشكل للقصيدة أنت حبيته، وبالتالي الشعراء اللي أنت قاعد تقرأ لهم في سهر القوافي مشوا على ذات النمط وحبوه. طبعاً أنا من المؤمنين جداً ومن الموقنين إنه إحنا كسودانيين نحب جداً الشجن ومتعلقين به، وإنه إحنا جزء كبير من حياتنا دي مبني على الحزن العاطفة، يعني وإن كانت تتردد في نفوسنا يعني أشلاء فرح رغم الحاجات المحيطة بينا، فأنا أثرت نعم اخططت في سهر قوافي خط إنه قدرت أرغم على إحساسي مجموعة من طلائع الشباب والشابات إنه يكتبوا في النفس اللي أنا بقدر أقربيه هو القالب اللي أنا بقربيه، بفتكر إنهم نجحوا إنه يضعوا بصمتهم كشعراء شباب وشاعرات، وقدرنا نحقق مدرسة نسميها كده مدرسة العامية البسيطة المشجونة اللي بيتلقاها كل زول. الآن البرنامج نفسه كسار قوافي أو كان بقر قصايده، فبجدها إنها محسوسة عند الجميع بمستوى مراحلنا السنية
بمختلف درجاتهم استيعابهم مستوياتهم الفكرية مختلفين، فبجد أنه المفردة اللي اختطيناها وصنع بها هذا البرنامج استطاعت أن تكون مفردة للجميع أو لغة ممسكة بحبال الجميع، كلهم قادرين يفهموها ويحسوها. بفتكر أنه حققنا يعني انتصار طيب في مجال ترسيخ عاميتنا السودانية لدى كثير من الشباب من خلال برنامج سهر القرار. طيب قبل ما نمشي من محور سهر القرار ده برضو لازم نقيف عنده، إذا كان يعني في شباب قادرين يسيروا برنامج لأكثر من سنة أو سنتين، خليك العشر سنوات، وين المنتوج الشعري يا عمر الآن على مستوى الساحة الأدبية وشباب يعني في سن يتراوح ما بين 15 لحد 40 سنة وإنتاج غزير جدا وكلمات أعتقد فيها من الجودة والإحساس ما يستطيع أنه يحول ويعيد تشكيل الوجدان السوداني على نمط جديد من الكتابات؟ بفتكر في 12 سنة من فكرة سهر القوافي نفسها أنه خرجت أغنيات لمسوها شباب وحسوها من خلال هذا البرنامج، يعني مجموعة من القصائد قرئت للمرة الأولى في السهرة دي تحديدا، ومن ثم تحولت إلى ألحان وإلى أغنيات شائعة بين الجميع، الشباب يحسوها كان منبع سهر القوافي. يعني لسنوات خلونا الآن البرنامج عمره 13 سنة، يعني لأول مرة إحنا قرينا لمحمود الجيلي في سهر القوافي: أنت تأمر يا حبيبنا وتلقى كل الدائر وحاضر، وأنت تطلب نور عيوننا ونحن بنقول لك حاضر كنص. ومن ثم أغنية الحسين الصادق قرينا في سنوات لمنتصر العاقب في السعودية الآن: نحن أصحاب وكل زول حسب اللي بشوفه والبفوت ريادتنا كذاب، صارت أغنية. مجموعة من الكلمات لشكر الله خلف الله، لشكر الله عز الدين، تحية لأخونا المخرج شكر الله خلف الله صاحب الإبداع الجميل، لشكر الله عز الدين. يمكن برضو إحنا لأول مرة قرينا ربع ساعة الزمن في وجودك يكون يعني محمود الجيلي ساعة كانت أحلى من ساعة العمر كله، كانت أحلى من العمر كله في حساب إيه كانت ربع ساعة. وكثير من الأغنيات اللي إحنا قررناها من خلال البرنامج المرة الأولى أصبحت أغنيات فيما بعد، والمسيرة طبعا أكيد مستمرة. جبعت كده منتصر العاقب واصل معه فنانين وفنانات أحمد البدوي، يعني في مجموعة من الزخل، حتى أنت يا نزار عبد الله بشير إحنا قررنا لك نصوص الآن هي في مشروعنا تحول إلى أغنيات إذا لم يكن لحن بعضها. وبفتكر انه الجيل يعني بفتكر انه البرنامج بتاع اذاعه البيت السودان وسهر القوافي هو نافذه طيبه جدا لشباب. وانا اصلا لما عملت البرنامج استهدفت شباب من فئه يعني 19 فتره النضوج العاطفي دي وانت ماشي لحد اقل من 30، واستطعت اني اجمع يعني رابطه كبيره جدا من المبدعين والمبدعات من الشباب والشابات اللي بننتظر منهم يعني في مستقبلنا الادبي واثراء عاميتنا السودانيه في السودان الكثير ان شاء الله. بحييهم انا كلهم يعني بمختلف الاماكن اللي موجودين فيها وحاسيسهم. جميل، احنا ربما نجي لاحقا لتجربه سهر القوافي اللي حولها كثير من الاسئله وكثير من الاستفهامات، لانه ما في زول قاعد يتكلم عنه، بس الناس بتسمع شعر واغنيات في سهر القوافي وشكل الادائيه ذاته والاحساس بتاع الموسيقى وغيره، لكن بكل هذه الاسماء اللي شكلت سهر القوافي، سؤال: هل يحق للشاعر أو للإنسان إنه يختار الشعر كصفة مميزة بالنسبة له؟ أكيد يعني يحق للإنسان إنه يختار الصفة كصفة شاعر كشيء يسمى به، لأنها يعني تعبر عن إحساس صادق. لكن كمان طبعا ما هي شعر، يجب أن ترفق هذه الكلمة كصفة مع منتوج مميز مع شيء يعبر عن ذواتنا في المقام الأول كمسلمين وكناس ندين بالدين الإسلامي، إنه نعلي من خلاله قيمنا الحميدة والشريفة وأخلاقنا وموروثنا وكذا. فلا ضير إنه تلصق أو تلحم هذه الصفة بمن يستحقها كلهم في مجال الإنتاج. عمر، الشعر الغنائي يصف البعض بأنه أصبح بلا قيمة حقيقية ولم يعد كما كان، كيف ترى الشعر الغنائي اليوم؟ في كل زمان ومكان وجد المبتذل، في كل زمان ومكان وجد الشاذ، في كل زمان ومكان وجد يعني وجدوا منحرفو الفكرة من خلال التعابير. ولكن بفتكر انه كل حصيف بامكانه ان لا يكترث لهذه الاشياء، يختار البحر يعني السوق ملان بكل زول حسه سليم احساسه سليم يختار الطيب، والغذاء يذهب زبد يذهب دفاء، وما افتكر انه بيعمر. وان بدا لنا يعني يطفو على السطح انه الان
الشاذ والمبتذل هو سيد الموقف، فأنا برضو أراهن أنه السليم موجود في نص هذه الأشياء، وصاحب الحس السليم يميز صاحب الفكرة الصادقة يختار. أنا ما من المؤيدين كثير أنه إحنا الآن بتحكمنا المفردة المبتذلة والمفردة يعني مفردة الشارع، ما مفردة الشارع ما هو مفردتنا كلنا، لكن مفردة مبتذلة الشارع هي التي تحكمنا الآن. ما عندي قناعة كبيرة وراهن على هذا الشيء إن شاء الله. بيقولوا ما أسهل أن يصبح الإنسان شاعرا، هل تتفق يا عمر؟ ما أصعب أن يصبح الإنسان شاعر أكيد، لأنه أنت إذا كتبت إحنا قلنا ما أسهل، ما أسهل أن يصبح الإنسان شاعرا، ما أسهل أن يصبح الإنسان شاعرا، يتفق مع المقولة؟ لا، ما أصعب أن يصبح الإنسان شاعر، يعني ما أسهل أن يصبح الإنسان شاعر لكل الناس ولا شاعر لشاعر، يعني أسهل حاجة الإنسان يبقى شاعر بالعربي كده. لا بختلف معك، إنه أصعب حاجة الإنسان يكون شاعر، لأنه إذا أصبح شاعر فهو إذا استطاع أن يوسم نفسه بصفة هو بيكون بموجبه، هو معلم وأستاذ، وما كل زول يستطيع أن يعبر بينها. في من يستسهل، في ناس ممكن نقول إحنا في من يستسهل إنه يكون شاعر، لكن أبدا من الصعوبة المكان إنك تصبح شاعر ما لم توفر لك مقومات إنك تقدم هذا الإبداع. جميل، شكرا جزيلا الصديق الإعلامي والأستاذ عمر محي الدين، نورتنا وشرفتنا في ظلال صيكة الخيرك. شكرا يا نزار، وكل مشاهدي قناة السلوك سعيد أن كنت معكم ضيف هذا المساء. شكرا، دي كانت مساحتنا الأولى مع الإعلامي والشاعر الأستاذ عمر محي الدين، الحديث كثير حول الشعر والشعر الغنائي والإعلام والمدارس الأدبية، الكثير من المحاور التي يمكن أن نأخذ مساحات وزمن طويل في الحديث عن مساحات ممتدة في ظلال أصيل، وأكيد عدد من الموضوعات. أهلا بكم جميعا وبمتابعتكم.